العلاقات وقول الله خصوص عروض أرضية للبيع خصوص فيلات. مساحة الأرض كل واحدة منهم 300 متر، المسقوف 230، كل فيلا بير خاص وفاسقية خاصة بير سودا ومجاري، موقع عند سارة طريق المشتل بالقرب من سوق الخزاوي. خلينا نخش إن شاء الله وراكم واحدة من التفصيلات، لأن الفيلا هذه مشطبة والفيلا هذه ما زال تحت تشطيب تبي أطقم المواد الصحية. الفيلا هذه المواد الصحية متاعها راكبة، خلنا أعضاها هي لأنها نفس التفصيلة نفس كل شيء. بسم الله، هذا الجنان هني فيه هني شيشمة، فيه هني شيشمة ومذبح، وهذا مدخل المطبخ. خنخش المدخل الرئيسي باش توضح التفصيلات. طبعا كل فيلا فيها زوج مداخل، هذا مدخل صالة النساء. وهذا مدخل رئيسي للفيلا، كبيرة واسعة مساحة. بسم الله، عندي مربوعة زوز روح، وهذا حمام لحى، سخانة راكبة، هنا في باب فاصل، هذا مدخل لصالة النساء، هذه صالة النساء، هنا في منور وفي حمام رئيسي، تو سخان تراكم كل شيء تمام. هنا في مطبخ ومعيشة، تبي تستغلها كلها مطبخ يعني تقدر تستغل كلها مطبخ، يعني كتبي دير معها معيشة تقدر دير معها يعني معيشة، فيش مشكلة، ممكن مساحتها كبيرة الحق. وهذه غرفة النوم، هذه غرفة طبعا الأبواب شبيه على اللون الابيض، اعطي منظر للفيلا الله يبارك. هذا منور، هذه غرفة نوم ثانية، هنا غرفة نوم الرئيسية، عندنا الحمام، هذه الدار النوم الحق كبيرة ومشرحة الله يبارك الحق، توقعها يعني ممتاز، قريب من الخدمات، قريبة يعني على سوق الغزاوي يعني في عين زارة تلك المشتل. ترسيب الله يبارك، أي استفسار راسلونا على بريد الصفحة. طبعا زوز الفيلات نفس التشطيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لا تنسوا تعطونا رأيكم في التعليقات، ولأي استفسار زورونا على بريد الصفحة.
We'll be right back.